وضع قايس مش معجبنا. ايه حابس حاله بالبيت ومش راضي يخبرنا صاير معه. المشكلة انه بيو متكل علينا يحكينا ونحن فشلنا بهالشي. طيب وشو لازم نعمل؟ لازم نلاقيه معنا بشي، ما لازم يضلوا بالبيت لحاله. كيف بدنا نقنعه؟ ما بعرف، المفروض ما يضلوا بالبيت لحاله وبعدين نشوف مشو من اللهي. يلا اشرب هاي وخلينا نطلع لعنده. قايس يا قايس، قايس يا قايس، يا زلمة نحن بالنا مشغول عليك وانت قاعد هون. اهلا بالشباب. شو كيفك يا قايس؟ منيح منيح، مش مبين يعني، بقصد ما تطلع من غرفتك. مين قالكن بي؟ لا مش ضروري، ما عم ترد على تليفوناتنا. قايس نحن رفقة ولا شو؟ بعرف بس انشغلت شوي مش اكتر. حلو، خبرنا بشو مشغول. لا ماشي، بس كنت عم بعيد ترتيب فيديوهاتي وارشفهم، بتعرفوا سويت كتير ولازم زبطهم. يعطيك العافية، المهم تكمل شغلك، بس انه عطلتنا بأولتها صح؟ ايه بس ما بعرف شو بدي اسوي شي جديد، لهيك قلت برتب اللي عندي. اذا هيك ترك علي، في مناطق كتير بدها تصوير، المهم انت تكون جاهز. انا جاهز. عال يعني بتطلع لعندي لانه في شي بدي اشارككم فيه. واو يبدو في مغامرة.